افرحي أيتها المالكة، فخر العذارى والأمهات، اليوم ملائكة يسبح كما يليق بالله، المسيح ولد فمشدوا، المسيح أتى من السماوات فاستقبلوا، المسيح على الأرض فارتفعوا، لنصرخ نحو الابن المولود من الاب قبل الدهور بدون استحالة. المسيح الإله الذي تجسد في آخر الأزمنة من بغير زرع هاتف، يا من رفع شأننا قدوس أنت يا رب، أيها المسيح المسبح، لقد خرج قضيب من غزلي من جبل مذلل مدغل، أيها الإله المنزه عن الهيولى، فأتيت متجسدا من البتول التي لم تعرف رجلا، فالمسيح
Lord.
لنعاين تنازلا إلهيا لامس حياتنا ناقلا إيانا إلى عشرة السماويين وإلى سكن الفردوس. هلما لنرفع قلوبنا إلى بيت لحم مبتهجين بتجسد الكلمة وهاتفين المجد لله في العلا وعلى الأرض السلام وفي الناس المسرة. المشرق لي
جسرها في قبضتي.
يوم بموسيقيتنا ترانيم السلام. رح رحب بضيوفي معي اليوم أستاذ الموسيقى الكبير زياد عجان، أهلا وسهلا فيك. أهلا. أستاذنا الفنان جورجس شبارة، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا. أهلا فيك. الأديبة رغداء الخوري، مساء الخير. أهلا. أبونا قدس الأب إسبردون فياض، مرحبا. أهلا. الناقد والمخرج المسرحي الأستاذ ياسر رباتي، مساء الخير، مرحب فيك معنا اليوم. يا مرحبا. الأديبة والشاعرة منات الخير، مساء الخير ومرحب فيك اليوم بأمسيتنا. أهلا وسهلا، مساء الخير. إني أنا عبدك يا والدة الإله. الله مولاك الحياة العالم. الله جنديات الله خير البرية نظرا إليا، خير البرية نظرا إليا. ما أنت إلا كنز عطية، ما أنت إلا كنز عطية. صوم خالص عدنا إليكم من جديد مع أمسيتنا ترانيم السلام. أبونا وأنت الأب الروحي المهتم بالفنون ومنها رسم الأيقونة والموسيقى البيزنطية، كيف يمكن أن تسكن فينا وبأرواحنا المفاهيم الحياة والسلام؟ تفضل. الحقيقة طالما كانوا السادة الحضور المشاركين بهالأمسية عم يحكوا عن موضوع الفنون، أستاذ زياد حكى عن الموسيقى، أستاذ جورجوس حكى عن الدراما، أستاذ ياسر حكى عن المسرح، السيدة منات حكيت عن الشعر، السيدة راغدة حكيت عن الرواية. أنا الحقيقة بس رايد أحكي أنه في رسالة أكيد كتير كتير مهمة اليوم لكل أنواع الفنون اللي عم نحكي عنها. قبل ما أحكي عن الفن البيزنطي الأيقونة، نعم، وكيف نعبر عن السلام بالأيقونة، اليوم منلاحظ في عنا محاولة عالمية لقلب المفاهيم والقيم الأخلاقية والإنسانية بشكل عام في العالم، يعني في العالم وفي شيء عم يتسوق عنا للأسف. نحن دخلنا بهالدوامة وبهالتيار. بعطي مثال بسيط، إذا في عنا إنسان مستقيم، إنسان موظف بيقوم بواجباته على أكمل وجه، منقول عنه هذا إنسان غشيم ما بيعرف يدبر راسه. صحيح.
بينما الإنسان اللي هو بيرتشي واللي بيسرق برافو شاطر عم يدبر حاله. ثقافي. إذن صار في عنا اليوم بعتقد مثل ما كل في كل الأزمنة اللي مرت على التاريخ البشري كانت الفنون هي أداة مؤدبة وأداة مثقفة وأداة مربية. الموسيقى، الشعر، المسرح كلهم مثل ما هلأ حكينا أنه غايته كان الإنسان. إذن اليوم في عنا رسالة لكل أنواع الموسيقى، أنواع الفنون الموجودة عنا، أنه نحن نرجع نعيد القيم ونعيد الأسماء بأسماءها. لما لهيك نظهر هذه القيم الإنسانية الأخلاقية بكل أعمالنا، بدل ما نقعد نحكي عن موضوع الغش نظهر الصدق مع إظهار ناحية ولكن صغيرة جدا، إعادة المفاهيم إلى مكانها الطبيعي. المفاهيم إلى ما. بالنسبة للفن البيزنطي إن كان بالموسيقى أو بالرسم، رسم الأيقونة، نحن في عنا شيء منقول عنا مثل ما بيحكوا الموسيقيين الكبار حول موضوع أنه في عنا السلم الموسيقي وفي عنا الألحان. بالكنيسة في عنا نحن 7 ألحان ويلي منا بينبثق كل الترانيم وكل الألحان. هل 7 هيدونة في منا هي تختص بأناشيد الفرح، جميل. في منا تختص بأناشيد الحزن، لهيك في عنا ألحان حزينة بنسميها مثل منقول نحن اللحن الثاني واللحن السادس اللي هي كلياتها عمليا بتعبر عن الألم، عن الحزن. هذه بنستعملها مثلا في صلواتنا لما بنكون عم نحكي عن آلام القديسين أو عن آلام السيد المسيح. أناشيد الفرح لما بنحكي نحن عن ميلاد السيد المسيح، بنشعر نحن موجودين بالكنيسة من خلال الترانيم، من خلال الكلمات المكتوبة ومن خلال الموسيقى المرتلة كلياتها، أنه الإنسان هو في حالة بهجة، في حالة فرح، عم يتشارك نفسا وجسدا وروحا. ميلادك أيها المسيح إلى هنا قد أطلع نور المعرفة في العالم، لأن الساجدين للكواكب به تعلموا من الكوكب السجود لك يا شمس العرب، وأن يعرفوا أنك من مشارق العلوية يا رب المجد لك. بالأيقونة كنا يعني نحن أمسيتنا كلها عم تحكي عن السلام. بالأيقونة في عنا كتير تعبير واضح أن القديس المصور في الفن البيزنطي هو إنسان، هو إنسان كان معنا طبعا، ولكن لا يصور بالتعابير البشرية، بالتعابير البشرية اللي تتغير بالتغير الآني. يعني منشوف قديس عم يتعذب، عم ينجلد، منلاحظ أنه الجلادين عم يجلدوا ولكن تعابير وجهه فيها سلام. منشوف شخص يقطع الرأس، تعابير وجهه وهو يقطع الرأس تحمل سلام، بينما الغضب بيكون بالجلادين. صحيح. بالسيافين. إذن شو الغاية منا؟ الغاية أنه المهم مثل ما حكي المدام راكدة حول موضوع أنه السلام الداخلي، أنه هذا الشخص بالرغم من كل العاصفة المحيطة به من عذابه، من جلد، من ضرب، من صياط، من قطع رأس، السلام بعدنا على وجهه. هو كان يملك السلام الداخلي الذي لا ينزع منه لا بسيف ولا بعصا ولا بأي شيء آخر. نعم. إذن من هالمنطلق نحن بنرجع بنقول أنه الفن هو بيتكرس من أجل نقل قيم إنسانية سامية للإنسان. فقط يعني تعقيبا على كلام أبونا وتصديقا لكلامه، في نقطتين بحب أحكي فيهم على السريع وهن الجوهر، جوهر الإنسان اللي هو مثل ما عم يحكي أبونا انقلبت المفاهيم، بالتالي انقلب جوهر الإنسان واختلطت عليه الأمور. صح. هاي نحن بهالفنون هاي كافة لازم نحن نوصلها ونفهمها للآخر. الشيء الثاني اللي حب عقب عليه هو كلمة التسويق،
وهي في كل شيء صارت، وهناك أصبح هناك علوم للتسويق. بالتالي مثل ما نحن عم نشوف أنه عم بيسوقوا، في ناس عم بيسوقوا للحرب، للضغينة، للكره، للكراهية، لقتل الآخر، فنحن لازم بالمقابل نسوق لأمور المحبة، للتسامح، لحب الآخر. يعني بهالطريقة هاي، بهذا التسويق، نحن منوصل المفهوم. لأنه المفهوم شو هو؟ بالنهاية المفهوم هو مجرد، يعني تجريد. فنحن بنساوي ملموس ومحسوس بهالطريقة هاي، بدنا نوصله وبينتقل عبر الفنون الأخرى، سواء كان بالمسرح، سواء كان بالدراما، سواء كان بالموسيقى، وإعادة صياغة المفاهيم، ما إعادة صياغتها من جديد، لكن العودة بها إلى الطريق الصحيح، يعني تدويرها بشكل معين لتكون ملائمة للمجتمع. يعني نحط الضوء على الأمور الإيجابية وشوي نعتم على السلبية، ونحن نسوق فيها، يعني حتى الآخر هاد حتى هو يقبل ذاته ويحب ذاته ويحب غيره، لأنه هذا السلام اللي عم بيقول أبونا كتير كلمة حلوة، إنه الوجه بالنهاية تعابير السلام. صحيح. هي فقط ليس فقط للإنسان، إنما للآخر. أنت لما بتعطيها التعبيرات بتخليه يحس فيه، لا شعوريا بده يتصرف بنوع من الهدوء مع نفسه مع الآخر، يعني بسلام. نعم. الإنسان السوري والدراما السورية والفكر السوري، ننتقل وإياكم أعزائي المشاهدين إلى التقرير التالي الذي أعدته لنا الزميلة لبابة يونس من المركز الإذاعي والتلفزيوني باللاذقية تحت عنوان أرض السلام. سلام أترمي، بدنا سلام ورياح البحر. اعتبارا من أسابيع ماضية الكنيسة عنا بترتل ترتيلة بتقول فيها اليوم العذراء تأتي إلى المغارة لتلد الكلمة، الكلمة الذي هو يسوع المسيح، كلمة الله المتجسد، وهذه الكلمة الإلهية التي أتت إلى العالم لتنير العالم وأعطت السلام للعالم. فنحن في هذه الأيام المباركة نصلي ونطلب من الآب القدوس أن ينعم بالسلام على هذه البلاد وعلى العالم أجمع، وأن ينعم على بلدنا الحبيب سوريا بالخير والبركة والسلام، وأن يحفظها ويمنع عنها كل ضرر وأزية من الأعداء المنظورين وغير المنظورين، وما أكثر الأعداء الغير المنظورين. لذلك نحن في احتفالاتنا بعيد الميلاد المجيد، عيد ميلاد يسوع المسيح بالجسد، نقول للعالم أجمع أن هذه البلاد هي بلاد السلام، وأننا في هذه البلاد قد عرفنا السلام بواسطة رسل السلام، ومر على هذه البلاد الرسل أجمعين، الأنبياء أجمعين، وما أجمل أن نحتفل دائما بالسلام في العالم. إذن نحن نحتفل بعيد ميلاد المسيح بالجسد، وهو سلام لكل العالم. لذلك نطلب ونتضرع ونسأل أن يرسل الله نعمه علينا جميعا، وأن يحفظنا ويحفظ هذه البلاد، ويحفظ رئيسنا وقيادتنا وجيشنا الباسل، وخاصة في هذه الأيام الصعبة العصيبة. طبعا نحن في الكنيسة اعتذرنا عن المعايدات واعتذرنا عن الاحتفالات بسبب لأننا في أيام صعبة،
وهذه الأيام هي أن هناك من استشهد له أخ أب أخت، وكلهم شهداؤنا وليس هم شهداء مخصصون لعائلة واحدة. العائلة السورية الواحدة لها الشهداء، الشهداء منها، ونحن أيضا نكرم جميع هؤلاء الشهداء ونصلي أن يرحمهم رب الإله بعظيم رحمته، ونقول للعالم أجمع نحن ندعو للسلام، نحن رسل السلام، ونحن أيضا نقول كل عام وسوريا وسوريا وشعب سوريا بألف بألف خير. البلاد اللي بيكون وقد يكون عندنا سلام واستقرار لبلدنا سوريا. ندعي لكل الناس انه قد ما فيهم يحبوا بعضهم، لان المحبه ما بتجيب غير خير والسلام لهذا العالم، وبنتمنى السلام تعم سوريا كلها يا رب. الميلاد يعني هو رساله محبه وسلام، والله عم بيقدم حاله للناس، هيدي هي رساله الميلاد. هو اكثر شيء انه ننولد ولاده جديده، ننسى الماضي بقى وننولد ولاده جديده، هي أكتر شيء بقدر أقوله يعني، وأحلى شيء لازم ننفذه. الميلاد محبة، ميلاد جديدة، ميلاد سعادة. الميلاد هو ولادة جديدة، اللي ملكة سوريا بتولد من جديد ونفتح صفحة جديدة بدون هالإرهاب اللي عم بخرب بلدنا. لازم يكون بهالميلاد كله سلام. يا رب يا رب سوريا، وطن درجت عليه منذ المولد، أنا لا ألام إذا نذرت له غدي، علمتني الحب الذي نادى به عيسى وكان شعار آل محمد، لا شيء غير الحب مكتوب على باب الكنيسة أو جدار المسجد. ميلادك أيها المسيح إلى هو الميلاد رسالة إنسانية وسلام ومحبة، ولازم نحن نحب العالم كله، ولازم العالم كله تحب بعضها، لحتى ما بقى يصير هالحروب وهالقلائل وهالنزاعات. لو يعرفوا العالم شو هو المسيح وشو هو رسالته ما كانوا عملوا هيك أبدا أبدا. الله يديم المحبة والسلام للشعب كله، ونكون بخير نحن والجميع، نتمنى أن وطننا يكون بخير سلام للشعب، ونخلص بسلام إن شاء الله، ولهالبلد الكويسة إن شاء الله بالسنة الجاية تكون بألف خير. نريد السلام للعالم، والمسيح إجا ليرسل رسالته للعالم كله ويعم السلام بالبلاد كلها، والمحبة والتسامح والكل بين الناس كل. نحن منقول على عيد الميلاد إنه اللي نزل على هالدنيا هو رب المجد ليعطينا السلام وليعطينا المحبة، وليكون بيناتنا مدعاة للخير ومدعاة للفرح. ونحن اللي منطلبه تحديدا بهيدا الميلاد إنه يكون الفرح هو اللي موجود بيناتنا، ويحل الخير على بلدنا
وعلى كنيستنا وعلى كل الأشخاص اللي منعرفهم والمنحبهم إذا الله بريد. مثل دائما المسيح نشر رسالة السلام، نحن كمان كمسيحيين بسوريا وكشعب قديم بدنا كمان ننشر رسالة السلام. إن شاء الله يعني كل عيد نقول إن شاء الله يرجع السلام لسوريا، وكمان هالعيد نفس الأغنية يرجع السلام لسوريا. المحبة والسلام والخير للبشر كلهم. هو عبارة عن المسيح، أن المسيح هو أتقام القيامة، ونحن لازم ننبسط لأن نحن دين واحد وإيمان واحد، كل عادنا كل سوريا شعب واحد. محبة والسلام، ما عندنا شيء غيره، ونحن أهم شيء إن شاء الله ترجع البلد على الخير يا رب. بس الحقيقة نحن بالميلاد هالسنة بالذات يعني ما بنوجه رسالة غير نطلب السلام لسوريا، وهذا أهم رسالة أكبر رسالة. تمام بالميلاد يعني رسالة سيد المسيح السلام وتهدر نفوس ويرجع الأمن لوطننا. يعني كل عام وأنتوا بخير وإن شاء الله يعم السلام. وأنا كمان بتمنى السلام لسوريا ولكل العالم، بتمنى ننبسط بالعيد أكثر إن شاء الله. عدنا إليكم من جديد مع أمسيتنا ترانيم السلام، ضيوفي الكبار الأعزاء اللي حملنا من خلالها رسائل المحبة والسلام لناس ولأطفال سوريا وللعالم أجمع في عيد ميلاد المجيد. بتمنى أسمع رسالة محبة وسلام من كل واحد فيكم. رسالتك ست منات تفضلي. كل رسالتي هي مقطع من قصيدة بعنوان يراودني المنعتاق، أقول فيها: أريد سماء تمد إلي ذراعا حنونا تحل ضفائر شعري وتمسح آهات قهري، ولا تتربص بالفل يزهر بين يدي ولا بالأغاني على شفتي. أريد سماء مشجرة بالرياحين لا تقتل الورد والإخضرار ولا تحرق الكتب العابقات برائحة الحب والأسئلة. أريد سماء العصافير لا تحمل اللغة السيف، لا تتوارى وراء حروف النداء ولا تتجافى بظل هواجسنا المسدلة. أريد سماء تبادلني الوجد والنظرة الحانية وتفتح قلبي على لغة ثانية تعيد إلي ملامح وجهي وألوان عطري وهفهفة الشوق إذ يعتريني لأقطف ضحكتها النائية. شكرا لك. هي رسالتي، هذه السماء المفتوحة على الحب والعطاء
لا سماء القتل والتقطيع كما توصف في الأزمة السورية الآن. شكرا كثير لك سكينة. ياسر دريباتي وحضرتك مسرحي، شو بتحب توصل رسالة؟ هلا أنا بحب أقول إنه ما تستحقه سوريا هو أفضل من ما يحدث بكثير. ما نستحقه كسوريين أيضا هو أفضل من ذلك بكثير. فسوريا ليست بنت اليوم، سوريا الحضارة، سوريا أوغريت، سوريا الأبجدية، سوريا المغوط وصعد الله والنوس، وسوريا حنمينة، سوريا المعماري السوري والطبيب السوري. أعتقد أيضا سوريا التي أعطت لأوروبا اسمها، أعتقد ما نستحقه كسوريين هو أفضل من ذلك. وعلينا كسوريين أن ننظر حولنا وأن نتأمل فيما يجري. علينا كسوريين أن نبقى سوريين وأن نثق بأننا يعني جذورنا عميقة في التاريخ، وعلينا أن نعمل على تجاوز المحنة التي نعيشها. شكرا لك أستاذ ياسر. الأب إسبردون فضياد، ماذا تقول أو ماذا تحمل من رسالة للعالم وللناس وأطفال سوريا؟ تفضل. يعني في عندي رسالة بتحمل نداء لكل شخص عم يسوي لنفسه أنه يقتل باسم الله، كل شخص بيظن أنه هو عم يدافع عن الله، كل شخص بيسمح لنفسه يمحي صورة الله اللي هي الإنسان باسم الله، أنه رجع وتذكر أنه الله ما بده من يدافع عنه، الله هو الحامي، ما نحن اللي بنحمي الله. الشيء الرسالة الثانية هي للأطفال. الأطفال نعرف كلياتنا هن عماد المستقبل، وهن مستقبل سوريا، وسوريا تاريخها القديم جداً. واللي بيعرف تاريخ سوريا بيعرف انه مر عليها ويلات اكثر بكثير من اللي عم نشوفه ومن عم نعيشه، ومع كل هذا ظلت سوريا شامخه. ولهيك الرساله اللي بوجهها لاولادنا لاطفالنا لعائلاتنا انه خلوا عنكم الامل والرجاء، انه سوريا الغد هي افضل بكثير من سوريا اليوم، وما تخافوا مهما اشتدت علينا، لانه سوريا لن تركع وستبقى هي المنتصرة كما كانت منتصرة عبر الأزمة إن شاء الله. وشكرا كثير لك أبونا. الكاتبة الروائية راغدة خوري، شو هي رسالتك؟ تفضلي. الحقيقة رسالتي رح تكون
مجرد سطرين لجبران خليل جبران. المحبة، المحبة لا تأخذ إلا من ذاتها، والمحبة لا تعطي إلا من ذاتها. أنا بشوف هذا هو العلاج يعني، وبس المحبة. وهيدا رسالة كل مين ما بدي يقول لازم يقولها، لازم يمارسها من معتركه بالحياة. وبتمنى نعيش العيد بمفهومه الحقيقي، بفرح الطفولة، ببهجة العيد، العيد الجوه الداخلي، الفرح، لأنه منستاهله. يعني حكوا كتير عن سوريا وعن تاريخ سوريا وعن حضارة سوريا، بالنهاية الإنسان هو المهم كما قال الأستاذ جرجوس، وهو الأول والأخير يعني. فيكفي قتل الإنسان يعني، ليس فقط من الخارج، أحيانا من الداخل. فهيك بحب أنا أعطي هالرسالة، هي هالبيتين لجبران، المحبة المحبة. شكرا لك ست راغدة. الفنان القدير جرجس جبارة، ماذا تود أن تقول من خلال الرسالة؟ تفضل. يعني هي أكثر من رسالة، أو هي بالأحرى كلمتين هيك بكل محبة بحكيهم. تفضل. بحب وجه رسالة للأباء، للبيت، للأب والأم، اللي هن بيشكلوا النواة الأولى للمجتمع. صحيح. إنه علموا أطفالكم يحبوكم، وعلموا إنه يحبوا بعضهم. بس هاي أول رسالة. رسالة تانية. الرسالة الثانية بقول سوريا هي الطاقة، وهي القدرة، وهي الشمس. الشمس مهما أجت الغيوم أمامها فهبت ريح بسيطة بتروحها وبتظهر الشمس، وهي القدرة والطاقة لا يمكن أن تنتهي. فسوريا ستبقى سوريا، ستبقى سوريا. شكرا لكم، وإن شاء الله كل أيام سوريا عياد يا رب. شكرا لك أستاذ جرجس. إني أنا عبدك يا والدة الموسيقي الكبير زياد عجان، الرسالة التي ود أن توصلها الآن، تفضل. كما قلنا في البداية، من 4000 عام نقول تعالوا نزرع في الأرض المحبة والأرض الوئام، والسلام لبني البشر، السلام لبني البشر. من عيد تصدير هذه الرسالة الآن لكل أنحاء العالم، ويحضرنا بها المناسبة أنه في الإنشودة الليلة عيد، الليلة عيد الجميلة. طبعا هذا اللحن عالمي منتشر في كل أنحاء العالم، كل دولة بتتحط كلمات حسب لغتها. صحيح. ومنتشر من حالها يعني، هي سمة من سمات المشاركة الوجدانية بين الناس عن طريق الموسيقى. وما نحن مثل ما قلنا صدرنا المحبة والسلام، بدنا نصدرها حاليا إن شاء الله، وستسود المحبة والسلام إن شاء الله، ستسود دائما كما سادت من خلال أجواء الأمسية التي كنا فيها مع بعض. الأستاذ الكبار، أنا أشكركم جدا لتواجدكم معنا في هذه الأمسية ترانيم السلام، وإن شاء الله يعم السلام كل أنحاء سوريا وكل أنحاء العالم العربي، وأن يكون السلام داخل كل بيت سوري، لأن إيماننا بالنصر القريب إن شاء الله سيكون في أرض سوريا، وستعم المحبة والإيمان والخير والوفاء والإخاء. Thank you.
الميلاد إذن هو يوم جديد لولادة السلام في أفئدتنا وقلوبنا، هو يوم للمتواضعين والفقراء، هو يوم خاص للأطفال المحرومين بسبب فقرهم أو عوزهم أو بسبب فقدهم لشيء غال عليهم. من ترانيم السلام أقول لكم إلى اللقاء، وأتمنى لكم عيد ميلاد مجيد. يا رب سوريا، سوريا يا رب، اسمك منارة صار للكون المسيح، وفيكي ربي الناس على الضمير المستريح، كلهم سوا أخوة على مر الزمان بيمشوا على نهج النبي ونهج المسيح. يرحلون كقطرات الندى تاركين لنا غيما رغم كآبته، لكنه يدفئ قلوب أطفال الوطن. هو شوق يحملني إليكم كرسائل ميلاد آخر جديد، رسائل وصلت إلينا يوم نزفت دماؤهم المقدسة على حجارة الوطن فاخضرت أعشابها بعد الذبول. بتضحياتهم شطرت ملاحم رسائل المحبة والأمل. بأرواحهم الطاهرة ميلاد جديد لسلام الوطن. أنتم الذين بالمسيح Oh.
ولد في الليل في إسطبل وفي برد كانون الأول، ولكن ما آلمه هو ليس البرد بل القلوب الباردة المتجمدة الخالية من الحب والشفقة والرحمة، البرد الذي كان يحيط به من كل جانب هو الذي يؤثر على دفئه. وكم من أولاد ينامون في الطرقات فيفترشون الأرض فراشا والسماء غطاء ونحن لا نشعر بهم. هذا الذي كان يريد أن يقوله لنا طفل المغارة، انظروا إلى تواضعي وتعلموا مني العطاء دون حدود.